توطين القنوات الخاصة وخضوعها للقانون الجزائري واحدة من النقاط التي تم التطرق إليها في اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، أين أكد وزير الاتصال على ضرورة معالجتها كإجراء سيادي. ستشمل عملية التنظيم هذه مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة والتسيير المهنيين على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية تحرص على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الاستثمار في المواد البشرية والمادية. عشرات القنوات الخاصة في المشهد الإعلامي الجزائري تعد تسوية وضعيتها القانونية خطوة هامة في مجال تنظيم القطاع السمعي البصري، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على جودة المادة الإعلامية. أظن بلي هذه مبادرة حسنة حتى وإن كانت متأخرة، وراح تفتح مجال للقنوات هذه باش راح تعطي دفع آخر. مسألة التوطين راح تفيد القنوات كثير، هي مسألة مهمة حتى أنه يعني بعد حوالي 11 سنة من 10 سنوات عفوا على ممارسة الإعلام هذه القنوات الخاصة ما زالت تعتبر مكاتب أجنبية. هذا الشيء يعني للأسف يعني كان من المفروض حل هذا المشكل، لكن الحمد لله إن شاء الله المشكل في طريق الحل وهذه القنوات تصبح يعني قنوات وطنية تبث من الجزائر. في انتظار ضبط دفتر الشروط الخاص بإنشاء القنوات التلفزيونية، يبقى إثراء محتوى المنظومة القانونية المنظمة للقطاع السبيل للرفع من مردودية ونجاعة هذه المؤسسات.